سلام البنات، مرحبا بكم. على بالي عندي بزاف ما طليتش عليكم، مي الله غالب هاد لي فيديو راني درتهم قبل العيد، لكن ما كفانيش الوقت باش نحطهم في القناة. الله غالب سمحوا لي البنات، اني لبيت لكم طلب تاعكم اللي طلبوه مني بزاف. المقروط اني درته لكم. طبعا هاد الفيديو يتضمن كامل الانواع، اللي طيب في الكوشة واللي يطيب في المقلاة، طبعا اللي نقلوه نورمال تاعنا. اول حاجة هي نروحو للغرس تاعنا نفوروه، ولما يفور نقوه بيان سور لا فيه العلف، نمحوه ونديرو في ان ريسيبيون، نديرلو قرفة مغرفة كبيرة جلجلان ومغرفة تاع زبدة وزوج مغارف ولا ثلاثة مزهر، هذا ما كان. ونعجنو بيان كوم يلفو، نشكلو على شكل حرابش ونحطهم دي بودا، يعني نحطهم هكا قدامي باش تجيني الخدمة سهلة ونقية. بالنسبة للاخر تاع الطابع درتهم دي بول، حطيتهم تاني قدامي وخدمت تاني، تجيني سهلة نرفد غير العبول هادي كنديرها نخدم عادي. بالنسبة للوصفة وش فيها؟ الوصفة حلو ودنيكم بيانكم يلفو. الوصفة وش فيها؟ فيها 3 كيلات تاع سميد الخاص بالمقروط اللي هو سميد متوسط، ما ميلا ما لقيتوش دوكا راهو موجود نورمالمون عند اللي يبيعو تاع الحلوى دوزان تاع الكاطو تسيبوه متواجد. 3 كيلات يكونوا بومبي، ونفس الكيلة نعمرها نديرها ليدام، سواء زبدة وزيت، سواء زيت وسمن وزيت، سواء زبدة وحدها، يعني وش حبيتو. انا نفضل اني نخلط خير. نزيد زوج مغارف سكر وشوية ملح باش نحي السماطة تاعو. هذا ما كان نلمهم كامل، نعجنهم ونلم بالمزهر. نفس الكيلة نعاود نعمرها مزهر ونشوف شحال تاكل، لي منشمخش بزاف بيان سور غير بالعقل، شويه ما زهر شويه ما باش ما يجيش قاطع. هذا ما كان. ولا عندكم ليكستري جو بريفير ديروا الماء فيه، ديروا ليكستري تاع المزهر حتى تحصلوا على هاد العجينه اللي راكم تشوفوا فيها قدامكم. هذه هي بون، انا حكمتو هنايا تاع باش نقول لكم تاع الطابع درتو لازم يكون شويه جاري، لازم انا عم بالي كنت نصور، مي كنتش نصور، نعتذر منكم البنات راح لي الفيديو. قلت لكم لازم يكون شويه جاري باسكو راح يطيب، على بالكم باللي الفور ينشف، تما مادا بيكم تزيدوا شويه باسكو الا كان سميد يشرب بيان سور راه يسحق الماء، باش ديروا حسابكم صديبهم هذوك على حسب نوعيه تاع السميد اللي راكم تستعملوا. انا استعملت سميد ماما، هذا هو. كما راكم تشوفوا درت شويه من العجين، حشيته لداخل بالغرس وحطيته داخل المول هذا لكم تشوفوا، عندي مول تاع الورقه وعندي مول تاع القلب هذا لكم تشوفوا فيه، هاني حطيته هكذا في السنديوان، نخدم ونحط نخدم ونحط. ومن بعد دخلتهم للفور نورمال عادي، طابوا تحمروا، لازم تكون درجه قليله باسكو لو كان تقوي النار سي كاباب ما يطيبش من الداخل، يطيب منه ومن يتحرق والداخل يبقى خضر. تسمى كي ديروا حسابكم يعني في درجة الطهي، لازم البنات ما تقويش فرنه، لازم يكون درجة متوسطة. دوك سا ديبون كل وحدة والفور تاعها كيفاش داير، خاطش هو الشغم تاعو في الطياب، ما تنساوش البنات الشغم تاعو هذا في الطياب، هذا تاع الكوشة كيما راكم تشوفوا. ها وليك شوفوا تاع الموليده، شوفوا راكم تشوفوا فيه من الفوق تاع الموطري، شوفوا تاع الموليده شباب. بالنسبه للاخر انا نفس العجينه نفسها، شوفوا درت البوده عمرته لداخل بالتمر وروليتو، خليت شويه سميد هكذا باش يجيني حرش هكذا وروليتو مليح مليح. من بعد حكمت الكوبات وقطعت كيما راكم تشوفوا، ندير 3 صباعين ونقطع، 3 صباعين ونقطع، 3 صباعين ونقطع حتى كملت كاع البوده. ومن بعد هاي لك الحبه نبومبيها هكذا منه ومن نسقمها باش نسقمها هكذا كيما راكم تشوفوا.
هذه هي بون. في هدايا انا الاخر العجينه الاخرى استعملت تسميد ماما، بالنسبه للهدايا تاع المقله استعملت تسميد سيم لا غالب خلاص لي الاخر، دونك استعملت سيم تاني مليح، وكيما راكم تشوفوا كملته درته كامل في سنيوه. من بعد بديت نقلي بشويه وقعد، ودرت العسل اللي سخون ما بيد ما يبرد لي الاخر، ندخله ديريكت في العسل ديريكتومون، يكون العسل يا يكون المقروط سخون وهذا يكون العسل يكون بارد، يا يكون العسل سخون والمقروط يكون بارد، حاجه منهم تكون بارده. شوفوا كيفاش طاب الداخل، هاولي كيما راكم تشوفوا في الصور طاب شهي، طاب هايل، وصفه هايله، ننصحكم تجربوها. انا يعني صدقوني بزاف عجبني بالبزاف، وخلاص يعني ما نكتبش عليكم ميم با العيد ما عندوش بزاف، خلاص تلمو جا بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه، نلتقي في فيديو.